قال وزير الخارجية والهجرة بدر عبد العاطي أنه ناقش مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن أهمية العمل على تهدئة الأوضاع بالمنطقة، مشيرا إلى أن مصر تتضامن وبشكل كامل مع الحكومة اللبنانية ومع الشعب اللبناني الشقيق في الحادث الأخير. وقد جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقب مباحثات مع بلينكن في القاهرة. أدنى وندين أي استهداف للسيادة اللبنانية، بالتأكيد أي تحركات أحادية في اتجاه التصعيد هي مدانة ومرفوضة تماما من جانبنا ولا تشجع على تحقيق الاستقرار. بالتأكيد مثل هذا التصعيد الخطير من شأنه أن يقود إلى ما طالما حذرنا منه، وهو الولوج إلى حرب إقليمية شاملة لن تبقي على شيء في هذه المنطقة. مصر كطرف إقليمي رئيسي والولايات المتحدة طبعا كقوة كبرى عالمية معنيتان بطبيعة الحال بالعمل على منع التصعيد ورفض مثل هذه السياسات الأحادية.